أهلا بكم. إذا كنتم تحلمون بالسفر في الإجازات وبلوغ وجهتكم بنصف الوقت تقريبا، فالحلم سيترجم واقعا من جديد من خلال شركة أمريكية ناشئة بوم، التي تتصدر المشهد في هذا المجال اليوم. تقول إنها تستكمل المسار الذي توقفت عنده شركة كونكورد عندما ترجلت من عالم الطيران في عام 2003. بعد سنوات من الأبحاث والتجارب، نجحت بوم في تقديم مجسم تقني لطائرة تصل سرعتها ضعف سرعة الصوت تقريباً، متخطية المشاكل التي عانت منها كونكورد. وتطمح الشركة أن يستقلها مسافرون حول العالم بأسعار بطاقات سفر لا تتجاوز بضعة مئات الدولارات، كل ذلك بمواصفات صديقة للبيئة. طموح كبير يعود أصله إلى صاحب الشركة ومؤسسها بليك شول، الذي ينضم إلينا من كولورادو مقر الشركة لنسأله. سيد شول، أهلا بك. لم يسبق لشركة خاصة أن دخلت في مجال تصنيع طائرات أسرع من الصوت، فالمجال لطالما اقتصر على طموح دول أو جيوش. ما الذي جعلك مقتنع بأنك قادر على النجاح في التجربة؟ Yeah, well, 50 years after Concorde, we've had no speed up in air travel. And I think it's a real tragedy that the world is not getting closer together, that it's still just as hard to get around the planet as it was literally half a century ago. So just the same way that there are now startups that build rockets or cars, we started Boom to solve the problem of international air travel, to build travel that is faster, more affordable, more convenient, and more sustainable. طائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت، مشروع ليس بجديد، وبدأت أولى تجاربه عام 1947 لأهداف عسكرية في كاليفورنيا. وفي عام 1976 أطلقت الشركة البريطانية الفرنسية كونكورد هذا النوع من الطائرات للجمهور، لكنه اقتصر على الطبقة الغنية بسبب أسعار بطاقاتها الباهظة، قبل أن تسقط إحدى طائراتها بعيد إقلاعها عام 2000 بسبب عطل تقني. كارثة أضيفت على كاهل الشركة التي كانت تئن تحت وطأة ارتفاع تكلفة تشغيلها وصيانتها المضنية، فقررت في عام 2003 أن تهبط من عليائها نهائياً وسط حزن عشاقها. سيد شول، رئيس شركة بوم، ما الذي يجعلك مقتنع بأن حلمك قابل للتحقق في الوقت الذي فشلت شركة كونكورد في الاستمرار به؟ Well, we're building on 50 years of progress in basic airplane technology. Today, we have new materials that are lighter weight. We have the ability to do digital engineering so we can build a more efficient, more aerodynamic airplane. And we have completely improved engines versus what was available 50 years ago. So you put all those things together and you can build the first supersonic airliner that's ready for mainstream adoption. مسار تصنيع طائرة بوم، نجحت الشركة في التقدم على غيرها في عام 2021 ببناء مجسم تقني لراكب واحد. سرعة الطائرة أوفرتشور التي تصممها بوم أقل من المتنافسين معها، ولا تحتوي على أي مميزات حديثة للغاية مثل المقصورة بدون نوافذ. كبرى شركات الطيران تعاقدت مع شركة بوم لشراء طائرات أوفرتشور، ومن المتوقع أن يتم اختبار أولى طائرات أوفرتشور بحلول عام 2026. أما بالنسبة إلى موعد سفر أول راكب على متنها، And our goal is to have the first passengers on board by 2029. ما هي أبرز العوائق أمام هذا المشروع؟ No, what we have today is the airplane design is complete. We've proven the technology works on XB1. And what we really need to do is stand up the manufacturing facilities and go into production on Overture. And we need to do that while operating in a very safe way. Ultimately, this is an airplane that's going to carry tens of millions of people around the planet. And having those passengers on board is a great responsibility. And building that safety technology, building that safety culture, building something that ultimately is going to be reliable and affordable for the traveling public, there's no single hurdle there. But this is the first time a startup has built a supersonic airplane, and supersonic airplanes are complex. صاحب الشركة ومؤسس شركة بوم الرائدة في مجال الطائرات السريعة جدا، بليك تشول، شكرا جزيلا لك وإلى اللقاء.